سي عندك في الشركة 500 جهاز، انت ممكن تعمل ايه عشان تربطهم ببعض؟ تجيب سويتشات وتربطهم ببعض. بس لو عدد الأجهزة اللي عندك كانوا 500 وانت وانت جاي جايب سويتشات كتير كتير كتير، وقلنا بقى الصح ان انت تربطهم في الاخر بايه؟ بكور سويتش. اجمالي على الاجهزه دول مثلا 500 جهاز او 1000 جهاز، ده هترتب عليه ايه؟ كل ما عدد الاجهزه يكبر كل ما المشاكل تكتر. ايه بقى اللي هترتب على كده؟ المفترض كل سويتش فيه ماك تيبل. الماك تيبل بتاع السويتش ده لازم يكون فيه ماكات كل الاجهزه اللي واصله بكل السويتشات ديت. يبقى لو دول 1000 جهاز يبقى ده فيه 1000 ايه؟ 1000 ماك. وده كمان خلي بالك لازم يبقى فيه ايه؟ 1000 ماك برضه. انت عارف ده هيبقى متسجل في ايه؟ لو هو واصل بيه 100 جهاز هيبقى واصل بيه 100 ماك، في 100 ماك، والفتحه دي متسجل عليها لو دول 100 ودول 100 ودول 100 يبقى الفتحه دي متسجل عليها ايه؟ 300 ماك. كل الماكات اللي اقدر اوصل لها من الفتحه دي هي هتبقى عباره عن ايه؟ ماكات الناس اللي هنا واللي هنا واللي هنا. المهم ان اجمالي الماكات على كل سويتش يساوي اجمالي عدد الايه؟ عدد الاجهزه. وكل ما عدد الاجهزه يكبر كل ما حجم الماك تيبل يكبر، وبالتالي يحتاج مساحه من الميموري اكتر، وبالتالي السويتش لما يجي يدور جوه الجدول بتاعه هياخد وقت اكتر، وده هيبقى بروسيسنج اعلى على ايه؟ على السويتش. تخيل بقى لو دول كانوا مليون جهاز مثلا وانت مربطهم ببعض بسويتشات. فطبعا ده غير ان في سويتشات ليها ليميت في السايز بتاع المكتب. شفت انت لما احنا كتبنا شو ماك ادرس تيبل كاونت، قال لك انا اخري كام؟ 8000 ماك، مش اكتر من كده. فلو في 10000 جهاز موصلهم ببعض بسويتشات يبقى السويتشات مش هتستحمل. ادي حاجه. الحاجه الثانيه، السويتش طيب ولما بتبعت له رساله بافات او بماك مش متسجل عنده او بماك من نوع مالتي كاست بيعمل ايه؟ فلودنج، بيبعت لكل الناس، صح كده؟ فلو عدد الاجهزه اللي عندك كبير وكل جهاز على الاقل طلع رساله برودكاست هيبقى عندك كميه برودكاست رهيبه في النتورك بتاعتك، وده طبعا هياثر على اداء الشبكه. فرضا في جهاز واحد متفيروس، والفيروس اللي على الجهاز ده بيخلي الجهاز يعمل ايه؟ يقعد يجنريت في رسائل برودكاست او بماكات وهميه ملهاش وجود ويبعتها. فده هترتب على ان السويتش اللي هتوصله الداتا ديت هيعملها ايه؟ هيبعت لها ايه؟ هيبعتها لكل الناس. وبالتالي جهاز واحد ميد فيروس لو قعد يجنريت كميه رسائل رهيبه برودكاست هياثر على اداء الشبكه كلها، وانت تبقى الدنيا واقعه معاك ومش عارف. ممكن بقى واحد يقعد يجرب يعمل ايه؟ يقعد يفصل جهاز جهاز، او يفصل الاجهزه كلها ويوصل جهاز جهاز لحد ما يجي على جهاز معين، اول ما بيوصله بيعمل مشكله في النتورك وكميه برودكاست رهيبه، يعرف ان المشكله فين؟ في الجهاز ده. بس انت دلوقتي لو عندك 1000 جهاز هتقعد تدور على الجهاز الانفكتد وسط ايه؟ وسط 1000 جهاز، فطبعا هيبقى كونك توصل له هيبقى صعب شويه. لو في هاكر قاعد على احد الاجهزه وعايز يستكشف بيانات الشبكه بتاعتك كلها، هيقدر ولا مش هيقدر؟ هيقدر، لان الهاكرز دايما بيستكشفوا الشبكه ويجيبوا بياناتها عن طريق الارب، بروتوكول الارب. يقدر يجيب لك بيانات الناس زي برنامج النت كات، مش اول ما تفتحه يجيب لك بيانات الناس اللي معاك في الشبكه كلها. وبالتالي لو انا دول 1000 جهاز واصلين ببعض بسويتشات، لو فتحت النت كات عارف يعمل ايه؟ هيجيب لي بيانات ال 1000 جهاز اللي معايا في الشبكه كله، او يجيب لي بيانات كل الناس اللي ايه؟ اللي معايا. الكلام ده عشان انت شغال بسويتشات فقط، فتحصل شويه المشاكل اللي احنا عشان كده يقول لك ايه الافضل بقى حضرتك. كل مجموعه اجهزه توصلها بسويتشات، بس يا ريت ما يزيدوش عن 100 مثلا 200 جهاز، تمام؟ وبعدين تربط كل مجموعة بالمجموعة التانية عن طريق، بدل السويتش ده يبقى ايه؟ يبقى راوتر بقى. حط راوتر اهو يربطهم ببعض وهكذا بقى. الميزة ان الراوتر بيعمل ايزوليشن للبرودكاست، ممنوع منعا باتا اي رسائل برودكاست تعدي من هنا تروح هنا او تروح هنا او تروح هنا وهكذا. وبالتالي رسائل البرودكاست محصوره هنا، حتى يقول لك ايه؟ يقول لك ان المنطقه دي بيسموها برودكاست دومين، ودول برودكاست دومين وهكذا. طب ده ترتب عليه بقى ان طبعا اليونيكاست مسموح بيه، يعني لو في جهاز هنا عايز يكلم جهاز هنا مفيش مشكله، لكن برودكاست مش مسموح بيه. ترتب عليه لو الجهاز ده انفكتد هيأثر بس على ايه؟
على المجموعه اللي معاه. يبقى انت لو عندك مشكله هتدور بس وسط، لو دول 100 هتدور وسط الايه؟ ال 100، مش وسط الايه؟ ها؟ ال 1000 كلهم. يبقى انت حصرت المشكله فين بالظبط وقدرت توصل للجهاز الانفكتد. لو في هاكر هنا بيحاول يسكان الاجهزه اللي معاه عن طريق بروتوكول الارب، مش هيجيب الا بيانات الناس اللي فين؟ اللي في المنطقه دي بس، مش هيجيب بيانات الناس التانيه. ده غير ان في السيناريو ده المكتب بتاع السويتش ده بيبقى متسجل جواه ماكات الاجهزه اللي معاه فين؟ في المنطقه دي بس، ملوش دعوه بماكات الاجهزه اللي هنا ولا اللي هنا ولا اللي هنا، وبالتالي حجم المكتب هيقل، وبالتالي هيحتاج مساحه اقل من الميموري، والبروسيسنج هيبقى اقل على السويتش، والسيرش هيبقى اسرع في السويتش. تمام؟ ولو في واحد عمل برودكاست، البرودكاست مش هيروح للكل، وبالتالي احنا قللنا كميه البرودكاست او الانون يونيكاست اللي ممكن توصل للاجهزه اللي عندي. تخيل انت عندك مثلا 400 جهاز، ممكن تخلي ايه؟ دول 100 ودول 100 ودول 100 ودول 100، عارف لو وصلت 400 بسويتشات كلهم كتير كده، يعني هو لا ينصح ان انت تزود عدد الاجهزه عن 300 ولا حاجه، 250 مع السويتشات المحترمه، 150 200 مع السويتشات التعبانه، بس انا هنا بكلمك على الاجهزه الاونلاين. يعني ممكن يبقى عندك في الشركه 500 جهاز، بس نادرا نادرا لما ال 500 كلهم بيشتغلوا. بتلاقي مثلا نصهم شغالين والنص التاني ايه؟ لا انا بقول لك 300 او 150 200 بتكلم على الاجهزه الايه؟ الاونلاين اللي شغاله. فلو انت عندك 1000 جهاز، لا حضرتك اعزل بقى كل 100 في سويتش لوحده مثلا. يعني ساعات ناس يبقى عندهم في الشركه كله على بعضه 100 جهاز، بس يتعمد ان هو يعزل عشان ياخد حته السكيورتي وياخد حته التنظيم، ان كل مجموعه في نتورك مختلفه، ولو حصل مشكله في مجموعه يبقى محصوره جوه الايه؟ المجموعه دي بس، يعني هو عايز المميزات التانيه. فممكن مثلا تلاقي هنا دول 10 اجهزه ودول 10 ودول 10 ودول 10. هو استفاد ايه؟ ان لو هاكر قاعد هنا بيسكان مش هيجيب الا بيانات الايه؟ ال 10 اللي معاه. لو في جهاز هنا متفيروس مش هيأثر غير على 10. لو حد هنا بيعمل برودكاست مش هيروح غير ال 10 وهكذا. فمش شرط نعمل الايزوليشن ده لو انا عندي عدد كبير قوي من الاجهزه، انا ممكن اعمل ايزوليشن حتى لو عندي عدد قليل من الاجهزه عشان استفيد من السكيورتي وان انا اقدر احدد المشكله فين بالظبط. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ هنفترض بقى انت عندك في الشركه 20 مثلا، يعني 20 ديبارتمنت. ففي ناس تعمل ايه؟ تخلي كل ديبارتمنت في سويتش لوحده. يبقى انت كده محتاج كام سويتش؟ 20 سويتش. يبقى هتجيب 20 سويتش، كل سويتش طبعا كل سويتش هتجيب عدد البورتات اللي فيه حسب ايه؟ حسب عدد الاجهزه اللي في يعني مثلا لو ده قسم الاي تي في مثلا 10 اجهزه، يبقى حلو قوي لو انت جبت سويتش كام بورت؟ 16 بورت يكفي، وفي بتاع خمس اعمل حسابك في بورت هيوصل بايه؟ بالراوتر. فيبقى كده محتاجين 11، يبقى انت عندك خمس بورتات زياده. هنا مثلا ده قسم الاتش ار عندهم مثلا 10 اجهزه، برضو هنجيب مثلا سويتش 16 بورت. وهنا مثلا دول السيلز، وهنا مثلا الماركتنج، ولو انت عندك 20 قسم محتاج 20 سويتش.